كابتن عادل، رغبه النادي الاهلي في الحفاظ على اللقب واستعاده الصداره مره اخرى، هل دي بتحط ضغوط على الجهاز الفني واللاعبين؟ طبعا يا كابتن، عايز اقول لك انه الماتش ده مش هي مباراه القاهره بس، يعني انت طبعاً عارف انه اصعب حاجه على المدربين انك انت بتلعب مباراتين. النظام الجديد اللي بيتعمل ان انت تلعب الماتش الثالث وبعدين تلعب الماتش الاول مع نفس الفرقه، وبيبقى الفروقات ما بينهم اسبوع، يعني انت بتتكلم على شوطين، شوط هنا وشوط هناك، يعني انت مطالب ان انت تعمل تشكيل فيه تكتيك عالي وتغيره علشان ما تتحفظش في المباراه اللي بعديها. فالنهارده النادي الاهلي مطالب انه يكسب ويخبي شويه اوراق كمان عشان لما يجي يلعب بره ماتش العوده. في فلسفه عند مدربين يقول لك اشتغل على الثلاثه بوند دول من الاول ويحلها 2000 حلال في المباراه اللي بعديها، لكن هي بتبقى اسهل للي بيلعب بقى خارج ملعبه الاول. يعني مثلا في تقريب النهارده هيلعب بطريقه دفاعيه، هو متحفز طول الوقت، يعني هو بيبقى متحفز. حتى مباراه المريخ لو اتفرجت عليها هم اللي بيعملوا رد الفعل، ما بيعملوش الفعل. لما بيطلع يلعب بره الخطوره بتاعته في ايه؟ الخطوره بتاعته ان هو بيستناك. انت عارف لما بيهاجم في الاول، يعني هو هاجم سامبا هناك لما كان بيلعبه واتغلب منه، كان هو مهاجم اكتر وعنده فرص كتير، لكن سيمبا اتعاد فاز بضربه جزاء وكان في فرص كتير. لكن اهم ما في الموضوع النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، لازم المباراه، احنا مش بنلعب مجموعه مبارياتين، احنا مش بنلعب في دور الثمانيه، انت يكفيك هدف او اتنين انك انت تاخد الثلاثه بونت، انت تلعب على الثلاثه بونت. فالنهارده ان شاء الله النادي الاهلي يلعب على الثلاثه بونت بشكل صحيح. والحاجه الثانيه المهمه انه يفضل طول الوقت متحفز لأوراقهم الهجومية، ولما نيجي نتكلم عليها بإذن الله رب العالمين.